بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات وطلاب الفرقة الثانية شعبة أعمال دولية. النهاردة هنستكمل محاضراتنا الأونلاين، هتناول مجموعة من البروجرامز اللي بيستخدمهم داخل أي مؤسسة أو أي شركة أو أي كيان إداري. في عندي برامج للصور والرسومات جرافيكس بروجرام، لو جينا وضعنا تعريف ليها، تستخدم هذه البرامج في عمل الرسومات والخرائط والتصاميم الهندسية والصور الثنائية والثلاثية الأبعاد، ثم تخزينها والرجوع إليها عند الحاجة وطباعتها بالأحجام المختلفة. يقصد بمفهوم البرامج الصور اللي هي اللي أنا بقدر أستعين بها لتكملة أدائي ومهامي، زي لو أنا بعمل مثلا رسومات 3 دايمنشن هستخدم برامج زي الأوتوكاد، بعمل برامج رسومات لو انا شغال في بعض الشركات في البوزيشن او في مجال الدعايه والاعلان يبقى لازم يكون عندي برامج زي الفوتوشوب او زي الالستريتور. فيقصد بالبرامج دي البرامج اللي بتتيح لي في عمل الرسوم والخرائط والتصاميم الهندسيه، سواء كانت صور ثنائيه او ثلاثيه ابعاد. يستخدم هذه البرامج جميع الأشخاص الذين يتعاملون مع الحاسب الآلي مثل الفنانين وهواة الرسم وكذلك المهندسين. من وظائف هذه البرامج إن هي تقدر تديني القدرة على تغيير شكل ومضمون وحجم الصورة، أقدر من خلالها أقدر أغير أو أحرك الصورة في المحطة في المكان اللي أنا عاوزه في البوزيشن اللي أنا عاوزه، يقدر أضيف بعض التأثيرات المختلفة على الصور بتاعتي. من اشهر برامج هذه البرامج عندي الكورال درو، عندي الفوتوشوب، وفي البينت، وفي برنامج اسمه الاستريتور، وفي برنامج اسمه الاوتوكاد دي 3 دايمنشن. دي برامج صور ورسومات. بعد كده الانكلوبيديا بروجرام او برامج الموسوعات. تتميز هذه البرامج باستخدامها للصور والرسوم المتحركه والاصوات، وتخزن هذه البرامج على أقراص ليزر مدمجة سي دي روم أو أقراص فيديو للدي في دي للإمكانيات العالية لهذه البرامج، وبتاخد مساحات كبيرة إلى حد ما. من أمثلة هذه البرامج عندي موسوعة القرآن الكريم والحديث الشريف وبعض البرامج التعليمية. من أشهر برامج الموسوعات عندي الإنكلوبيديا إنكارتا، اللي هو البرنامج دوت هي موسوعة، وموسوعة مالتي ميديا نشرتها شركة مايكروسوفت سنة 2005. تضم أكثر من 68,000 من المقالات والعديد من الصور والأفلام، ويمكن الاطلاع عليها من خلال شبكة الإنترنت ومن خلال بعض الاشتراك سواء كان اشتراك سنوي أو شهري أو ما شابه ذلك. بعد كده نيجي بقى لأهم البرامج التي ينبغي توفرها في أي سيستم عادي. برامج إدارة المشروعات. يعني إيه برامج إدارة المشروعات؟ ودي من البرامج اللي ينبغي على كل طالب إن هو يفهمها. Project Management Programs. يمكن هذه البرامج المؤسسات والشركات الخدمية كشركات المقاولات وغيرها من تقييد المشاريع وربطها بالعملاء. يعني ايه؟ اقدر احدد من خلال البرامج دي مراحل عمل المشروع، مراحل تنفيذ المشروع. بقدر من خلال بعض البرامج دي احدد ايه كمية الوقت المتبقية عندي، ايه الوقت المناسب لانجاز المشروع. من خلال تقسيم المشروع عندي لمجموعة مراحل اقدر احدد لنفسي ليميت من خلاله انفذ المشروع امتى، وامتى اقدر اسلم المشروع بتاعي، هقدر اتابع حركة المخزون بتاعي، اقدر اتابع حركة الانكم والاوتبوت خلال المراحل تنفيذ المشروع هتتم ازاي وفقا للسيكونس اللي انا وضعتها عليه. هي دي برامج إدارة المشروعات. عندي من أهم برامج إدارة المشروعات، في برامج كتير جدا لإدارة المشروعات، عندي البريمافيرا، ده برنامج بيستخدم من أقدم البرامج، في الهارفارد لتخطيط المشروعات هارفارد بروجكت بلينر، وفي المايكروسوفت بروجكت، ده برنامج بيستخدم لإدارة المشروعات وتقسيم أي بروجكت عندي لمجموعة من المراحل، وده اللوجو بتاع المايكروسوفت بروجكت. ولكن افضل 10 برامج لاداره المشاريع بمساعده مراقبه وتتبع الوقت، هي افضل 10 برامج في السنه اللي فاتت عندي التايم كامب، وعندي الموفل لينك، وعندي التريجر، وعندي الهارفست. كل دي مشاريع
وريبليكون، كل دي مشاريع انا بإيريك، كل دي مشاريع انا كنت طلعت افضل 10 مشاريع او افضل 10 برامج تم استخدامها في اداره المشاريع. باي ديرت برضو، وعندي الديفيس، وعندي في البي ام 5، واخر اخر حاجه اللي هو الافازا. انما افضل المشاريع على دي، افضل 10 مشاريع او اكثر 10 مشاريع تم استخدامها في البوزيشن دول. ولكن اللي يهمني اللي حضرتك تبقى عارف ان افضل المشاريع اللي بتستخدم لاداره المشاريع اللي هو افضل البرامج اللي بتستخدم لاداره المشاريع هو برنامج المايكروسوفت بروجكت. بعد كده عندي البرامج، برامج الالعاب. ممكن طالب فيكم يسألني طب انا ليه هدرس برامج الالعاب؟ يهمني حضرتك تبقى فاهم ان برامج الالعاب دلوقتي بدأت مؤخرا يستعان بها حتى في برامج الدعايات الانتخابية. يمكن بايدن لما فاز في الانتخابات على ترامب انه شاف اكثر البرامج اللي بتلفت النظر اليها، اكثر برامج اللي الكل بيستخدمها، اكثر برامج اللي الكل بيجمع عليها، لا ان برامج الالعاب ناس كتير جدا جدا في امريكا بيستخدموها وخارج امريكا. فبدا يستعين ببرامج الالعاب دي ويستغلها كمنصه لحملات الدعائيه بتاعته. على النتيجه اللي حجم الاقبال عليها فبدا يستغلها كمنصات للدعايه الانتخابيه بتاعته. فمن هنا يهمني اللي انت تعرف او فكره موجزه عن الجيمز بروجرام. بدات برامج الالعاب تغزو المنازل سواء بشكل اقراص مدمجه او من خلال الانترنت. بتتميز هذه البرامج بوجه التطبيق انتر اكتيف، كما تشتمل على وسائط اعلاميه متعدده كالصوت والميوزك والانيميشن والمؤسسات الحركيه والصور والفيديو. دي برامج الالعاب. بعد كده المالتي ميديا سوفت وير، ودي من اهم البرامج اللي انا عاوزك اللي انت تبقى فاهم يعني ايه برامج المالتي ميديا. برامج المالتي ميديا هي برامج تجمع عده وسائط. هدي لحضرتك مثال على كده. لو حضرتك يعني تعمق شويه في صفحه الفيسبوك بتاعتك، هتلاقيها اي صفحه ليها على الفيسبوك هتلاقي فيها مجموعه تكست، مجموعه كلمات، مجموعه خطوط عندي في الصفحه، هلاقي في مجموعه صور عندي في الصفحه، هلاقي برضو في البيج عندي في انيميشن اللي هو الانيميشن اللي بنشوفه في اعياد الميلاد او الكلام ده بالمؤثرات الحركيه، وعندي في لقطات فيديو برضو داخل صفحتي على الفيسبوك. كل دول اسمهم مالتي ميديا. فيقصد بالمالتي ميديا اللي هي مجموعة العناصر اللي بتساعد في توصيل المعلومة من طرف إلى طرف. هي برامج تجمع عدة وسائل زي التكست زي ما قلت لحضراتكم، زي الفيديو، زي الايديو اللي هو الأصوات الساوند، المجموعة الايمج ورسومات الجرافيكس اللي موجودة عندك على صفحتك برضو على الفيسبوك، تعتبر برضو احدى عناصر المالتي ميديا. وبعد كده في الانيميشن ومقاطع الفيديو، كل دول عناصر المالتي ميديا. لو جيت علشان ما تنساهمش بص على صفحتك وبص على البيج بتاعتك على الفيسبوك وشوف الكومبوننتس بتاعها هي بتشتمل على ايه وايه. هلاقيها بتشتمل على تكست وبتشتمل على ايديو والايمج والانيميشن ولقطات فيديو او كليبس فيديو. كل دي عناصر الوسائط المتعددة بتندمج مع بعضها البعض في ماتشنج، والهدف منه ايه؟ توصيل المعلومة من طرف الى اخر. بتضيف برامج المالتي ميديا ميزة اساسية، ميزتها الاساسية ايه؟ وهي تفاعل المستخدم معها. يعني لو جيت بصيت لحضرتك كده، شوف لو انت قعدت على صفحة الفيسبوك عندك واحسب الوقت اللي انت بتقعده على صفحة الفيسبوك، هتلاقي ممكن تقعد لك بالساعتين او بالثلاثة دون ان تدري. فبالتالي هي بتعمل على جذب الانتباه وبتخلي الشخص المتفاعل معها بشكل كبير. ولكن برامج المالتي دي ميديا بتستهلك كم كبير جدا من الذاكرة، وسرعة المعالجة البروسيسنج فيها وذاكرة الهارد ديسك عندك، والصور حيث أن الصور والأصوات والفيديو بتستهلك كمية كبيرة من التخزين، مما يجعلها بتؤثر على سرعة وأداء الحاسب الآلي. إلى حد ما بتبقى تقيلة شوية حسب قدرة واستعدادات الجهاز عندك. ولكن أنا عندي تعال نبص أنت هتستخدمها في إيه، أو تطبيقات الوسائط المتعددة. أنا بستخدم الوسائط المتعددة في إيه؟
بيستخدم في الوسائط المتعددة بشكل جلي وبشكل واضح وبشكل صريح وبلغ تأثيرها الضخم في مجال التعليم. أبسط ما فيها يمكن أنا بعمل لكم المحاضرة دي، بنقل لكم المحاضرة دي نظرا لجائحة كورونا، فما فيش فرصة اللي احنا ندي محاضرات فيزيكال بالشكل الكبير وبشكل المناسب، بنقسمكم المجموعات وبرضو بنصعيد عن بعض المحاضرات الفيزيكال بنصعيد بالمحاضرات الأونلاين. فأنا اختزلنا جزء كبير من الكتاب وشيلنا جزء كبير من الكتاب وعرضناه لحضرتك من خلال عروض التقديمية اللي احنا خدناها قبل كده في المقرر، فأنا بستخدمها في مجال التعليم. وبالفعل حضرتك شايف أنا عمال بعرض لك الكونتينس بتاع الكتاب وبعرض لك محتويات الكتاب على شكل السلايدز اللي حضرتك بتشوفها، يمكن إلى حد ما بتبقى هي انتر أكتف وأكتر من الكتاب. فأنا بالتالي بستخدم المالتي ميديا في مجال التعليمي زي ما أنا بشرحها لحضرتك وزي ما هي بتعرض من خلال الدروس التعليمية اللي بتقدم من خلال القنوات الفضائية في التلفزيون، ده برضو تعتبر مالتي ميديا. اتنين، في المجال الاعلامي انا بستخدمها بشكل جلي جدا في المجال الاعلامي. انت لو شغال في شركة دعاية واعلان، انت بتعمل مثلا منتج معين وانت بتصوره، وبعد ما بتصوره تقدر تبعته تنتجه وتبعته من خلال السوشيال ميديا الى المهندسين، بيعملوا عملية كرومو لها، بيعملوا عملية الميكرو لها، وفي لغاية ما بنوصل للشكل النهائي بتبدأ تتنفذ وبتنزل على اللوحة الاعلامية بتاعتنا. فبالتالي بتستخدم بشكل جلي في مجال الاعلام وفي المجال الترفيهي من خلال الالعاب. طيب تعال نشوف مزايا برامج المالتي ميديا. المالتي ميديا لها عديد من المزايا. اول ميزة عندي انها من خلالها اقدر ادخل واعرض كمية كبيرة جدا من المعلومات سواء كانت سمعية او مرئية، واللي بخزنها على مجموعة الاقراص اللي عندك وعلى شبكات الكمبيوتر. الميزة التانية لبرامج المالتي ميديا انها بتجعل المستخدم فيها متفاعل اكثر، وبتقدر تحكم مباشر والذي يمكنهم الاستكشاف والتنقل والبحث. انا كمستخدم، انا كطالب، اقدر استفيد من برامج الميديا دي في ايه؟ في التعليم، ان انا اقدر اخد البرزنتيشن اللي انا عامله لحضرتك دوت، اقدر افتحه في الوقت اللي انا عاوزه في التوقيت اللي انا عاوزه، واعيد الشريحه مره واثنين وثلاثه، واقدر اذاكر في الوقت اللي انا عاوزه وبالشكل اللي انا عاوزه. فبالتالي هي بتعمل عمليه انتر اكتف وبتحافظ على فاعليه المستخدمين والطلبه والمستفيدين منها. بتزيد قدرة المستخدم على التذكر واسترجاع المعلومة. المعلومة اللي انت بتطلع عليها من الكتاب والمعلومة اللي انت بتطلع عليها من خلال البرزنتيشن اللي انا بعرضه على حضرتك، لازم تكون على قناعة ان المعلومة المقدمة ليك اونلاين بيبقى باقية الاثر في ذهنك اكتر من الشكل التقليدي. بعد كده برامج مشغلة للمالتي ميديا. هي برامج خاصة لتشغيل ملفات الوسائط المتعددة المخزنة على الحاسب الشخصي وأقراص السي دي والدي في دي. البرامج المشغلة المالتي ميديا عندي الريال بلاير، وعندي الويندوز ميديا بلاير، وعندي الميوزك ماتش جاك بوكس دوت برضو. كل دي برامج أنا بستخدمها لتشغيل وتفعيل عمل المالتي ميديا. هذه البرامج قادرة على تشغيل أنواع مختلفة من ملفات الوسائط المتعددة، تقدر أشغل منها الواب، أقدر أشغل منها الميدي، أقدر أشغل منها الـ MP3 والـ MP4. بعد كده الـ Virtual Reality أو برامج الحقيقة الافتراضية أو الحقيقة الوهمية. إحدى تطبيقات المالتي ميديا حيث أنها تمكن المستخدم من التفاعل المباشر مع البيئة الوهمية التي تصورها له هذه البرامج. هديك فكرة موجزة عن الـ Virtual Reality أو برامج الحقيقة الافتراضية. تلاقي الطلبة اللي موجودين في كلية الطيران أو كلية كلية الطيران تحديدا، لما بيجي الطيار أو الطالب في كلية الجوية قبل ما بيطلع على الطياره بيقعدوه جوه كابينه كده. الكابينه ديت بنفس شكل كابينه الطياره بالظبط، ولكن فيها بعض البرامج اللي بتعمل سيميوليشن. يعني ايه سيميوليشن؟ بتعمل عمليه محاكاه للواقع الاصلي لشكل الطياره، فبتدي له احساس واقعي جدا ان هو سايق طياره، فبناء عليه هم سموها الحقيقه الافتراضيه. وابسط مثال على كده برضو عشان اشبهها لك بمثال،
لو جيت شفت البرامج اللي موجوده في الملاهي وفي المدن الترفيهيه، لما تيجي تركب عربيه مثلا وبتحط تلبس النظاره وبتلبس الخوذه وبتقود عربيه، بيدي لك احساس واقعي واحساس طبيعي انك سايق عربيه، تبدا تحس بالمطبات، تقدر تحس بالاخطار، تبدا تحس بالسرعه، كل دي كلها فيرتشوال رياليتي. من خلال البرامج دي يمكنك مثلا السباحه في الفضاء والنزول على كوكب المريخ او الغوص في اعماق البحار والتفاعل مع البيئه البحريه او العيش مع الفراعنه ومساعدتهم في بناء الاهرامات وهكذا. برامج الحقيقه الوهميه دي لها استخدامات طبيه، فهي بتستخدم في حالات علاج الخوف والفوبيا من المرتفعات، وكذلك تم استخدامها ايضا من قبل تجار العقارات لعرض العقارات المختلفه على الانترنت او الاقراص المدمجه. برامج الذكاء الاصطناعي، برامج الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس دي برامج انا بقدر استخدمها. دي احد فروع علوم الحاسب الالي، وبتستخدم والذي يقوم بدراسه كيفيه عمل محاكاه الحاسب لقدرات الانسان الحركيه والبصريه وتبادل المعرفه فيما بينها. يمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه تصميم آلات قادرة على القيام بمهام تتطلب قدرا من الذكاء البشري. يهدف علم الذكاء الاصطناعي إلى جعل الحاسب الآلي أكثر ذكاء، والباحثون في هذا المجال يقومون بتطوير برامج الحاسبات بحيث تحاول أن تقوم بأعمال الإنسان العادي. برامج الحاسب الآلي ما هي إلا برامج تقوم بمحاكاة للسلوك البشري أو السلوك الإنساني، برامج بتقوم بتقليد السلوك البشري أو السلوك الإنساني. إحدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي زي الروبوت، الروبوت دوت هو عبارة عن آلة حديدية تقوم بتقليد أو محاكاة التصرف الإنساني أو السلوك الإنساني. عندي الاكسبير سيستم او الانظمه الخبيره، احدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي الانظمه الخبيره. عندي النيتشر لانجوج او معالجه اللغات الطبيعيه. يعني ايه؟ مثلا لو حضرتك شفت في الجوجل ترانسليت، انا ممكن من خلال جوجل اكتب الكلمه يقوم عامل لي مترجم الالي بسرعه، يقوم مديني الترجمه سواء من العربي الانجليزي او الانجليزي العربي او فرنش او العربي ايا كان، بيحول لك ان هو يقدر يحول لك من لغه للغه في توقيت بسيط جدا جدا، يقدر يسمعك برضو نطق الكلمات والحروف بتبقى ازاي، يقدر يسمعك النطق ويغير لك في شكل ومضمون اللهجه واللكنه، ويقدر يخلي لك مثلا الصوت صوت ولد او صوت طفل او صوت انثى او صوت ذكر او صوت راجل كبير، كل ده من خلال معالجه اللغات الطبيعيه. كل ده سيموليشن او محاكاه للسلوك الانساني. عندي ثالث تطبيق للذكاء الاصطناعي، الروبوتس او الانسان الالي او الروبوت. طيب تعالى على الاي الاكسبيرسس، ده برنامج مصمم لينفذ مهام متعلقه بالخبره البشريه، ويحاول القيام بعمليات تعتبر عاده من اختصاص البشر وتتضمن الحكم واتخاذ القرارات. بيملك الخبراء البشريون كمية هائلة من المعرفة المتخصصة في مجالات عملهم، لذلك فإن النظم الخبيرة تستند عادة إلى قواعد معرفة تتضمن عددا هائلا من قواعد المعطيات التي تحتوي على معلومات المعرفة. أيا كان الوضع، لازم حضراتكم تبقوا عارفين إن النظام الخبير بيتكون من ثلاث حاجات. أول حاجة قاعدة المعرفة، اللي هي الداتا بيز بتاعتي اللي بقدر اخزن فيها مجموعه المعلومات اللي انا عاوز اشغلها. بيبقى عندي محرك الاستدلال، واخر حاجه بيبقى اليوزر انترفيس او واجهه المستخدم. دي مكونات النظام الخبير. بعد كده تعال نشوف معالجه اللغات الطبيعيه، ناتشورال لانجويج بروسيسنج، من الميادين الهامة للذكاء الاصطناعي، والتي تمكن الإنسان من التحدث بلغته الطبيعية مع الحاسب وإجراء الحوار بينهم وإعطاء الحاسب والأوامر والتوجيهات بهذه اللغات مباشرة. ويمكن أنا أديتك مثال عليها، اللي هي الجوجل ترانسليت، ده أبلكيشن من خلال محرك البحث جوجل بيديك الفرصة إن هو يديلك ترجمة ويديلك نطق بلغات ولكنات مختلفة. المجالات الرئيسية لمعالجة اللغات الطبيعية، القراءة الآلية للنصوص، ممكن يقرأ لك الترجمة وممكن يقرأ لك النص اللي انت عاوز تترجمه، تمييز الكلام يديهولك بأكتر من لهجة، الترجمة الآلية طبيعة الحال بسرعة، فهم الأسئلة والإجابة عليها، يقدر يعمل لك عملية تنقيح للنصوص أو زي المدقق الإملائي كده، وأقدر من خلاله برضو يعمل لي تلخيص آلي للجزء اللي أنا كتبت. كل ده ممكن من خلال
بعض الابلكيشن الخاص بالذكاء الاصطناعي. الروبوت، اخر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الروبوت، هي حاسبات مبرمجه لها اجزاء متحركه ومخرجاتها هو العمل الذي تؤديه، كما انه بمقدورها القيام باكثر من عمل واحد مرات عديده، ويمكن اعاده برمجه الروبوت ببرنامج اخر للقيام باخر. الروبوت زي ما حضراتكم شايفين في الصوره هو عباره عن مجموعه مفصلات واله حديديه فيها مجموعه مفصلات، كل ما فيها ان انت بتحط فيها البرنامج اللي هيقدر يشغل لك الانسان الالي دوت اللي هو اسمه الروبوت. يستخدم في المجال الصناعي والامني وعلى خطوط الانتاج بكثره، ويقوم بعدد من الاعمال زي بقدر من خلاله يقدر يجمع لي السيارات، يقدر يعمل عمليه اللحام ورش الدهان، انا بيقدروا يستخدموا في الافران رش الدهان نتيجه لخطورتها على القلب وعلى الصدر، فبيبداوا يستخدموا الانسان الالي في رش السيارات، في اعمال التغليف، في خلط المواد الكيميائيه الخطره وابطال مفعول القنابل، وده شفناه بشكل جلي في الحوادث الارهاب اللي كانت بتتم، وقدرنا نستخدم اله وماكينه بتعمل بنفس فكره الانسان، ولذلك اطلق عليها الروبوت او الانسان الالي. بعد كده في برامج نسخ الاقراص، اللي هي البرامج اللي بتتيح لي ان انا اقدر انسخ اي ابلكيشن عندي او اي برنامج عندي. برامج اللي هي السبيشال سوفت وير، برامج التطبيقات الخاصه، اللي هي برامج صنعت تحديدا في مجال محدد زي برامج المحاسبه انا بستخدمها الاكونتنج، في برامج كتيره بتستخدم في مجال المحاسبه، في مجال الماركتنج او مجال التسويق، ودي مرتبطه ارتباط كلي وجزئي ببرامج الدعايه والاعلان. برامج خاصه بالرواتب والمكافئات والحوافز وقيمه الضرائب، في برامج خاصه بالمخازن والتكيين، برامج خاصه بالاستثمار زي البرنامج اللي هو الاستثمار والبورصه والكلام ده، برامج المعاملات البنكيه، وبرامج المكتبات الخاصه بالفهرسه والتصنيف. دي كل ديات سبيشال سوفت وير او بعض البرامج الخاصه. حزم البرامج التطبيقيه الجاهزه عاده ما تحوي على مجموعه من البرامج التطبيقيه الجاهزه الواسعه الاستخدام تحت اسم واحد، وعاده ما تشمل هذه برامج معالجه النصوص والجداول وقواعد بيانات زي المايكروسوفت اوفيس اللي احنا خدناها قبل كده. الى ان يعني يمكن اتمنى في اخر محاضره ان تكون وصلت لكم المعلومات بشكل ميسر وسهل، واتمنى من الله التوفيق لكم والنجاح، وتمنياتي لكم بالسلامه وفقا للاحداث الصعبه اللي احنا بنمر بيها، تمنياتي لكم بالسلامه وحافظوا على انفسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.